Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat setia Bang Onim di Indonesia, semoga sehat selalu. Saya sedang berada di perkebunan anggur terbesar di Gaza City. Dimana kita lihat ini berlimpah buah anggur, teman-teman. Berlimpah buah anggur, salah satu keberkahan dari tanah Palestina. Teman-teman, untuk mengikuti kegiatan Bang Onim di Palestina, jangan pernah lupa untuk subscribe YouTube Abdillah Onim Daily dan YouTube Bang Onim TV. Terima kasih. أنا سلطان عبد الرحمن أبو جميزة مزارع نخل لي 10 سنوات ويعني السنة بدينا قطف موسم النخيل بنبدأ إحنا في الموسم من شهر 12 بنبدأ ننظف النخل من في شهر 4 بنبدأ تلقيح النخل وفي شهر 7 بنبدأ تربيط البلح وفي شهر 10 هلقيتها بنبدأ نقطف شجر البلح وفي عندك بلح عندنا موجود يمكن 4-5 انواع بلح اكثر نوع متوفر اللي هو الحيان الاحمر وفي اصفر وفي بنت عيش بس اللي متوفر عندنا في اسواقنا كمان والبزبط عندنا اللي هو البلح الاحمر السنة الماضية بقى الموسم أفضل من السنة في كحمل وفي كجودة السنة اللي فاتت بقى الطقس مناسب جدا السنة الطقس ما كانش مناسب في فترة التلقيح بتاعت البلح والمعابر لها 3-4 سنوات مسكرة لأنه كل بلحنا هذا معتمد يطلع على الضف وإله قصة المعابر ما بطلعش فبنضطر كل شيء يروح في الأسواق المحلية هنا الشجرة بتكلفنا 40 شيكل كل طلعة بعشرة شيكل تلقيها بعشرة تكريمة بعشرة دناوة بعشرة قص بعشرة بتكلفنا 40 شيكل شغل اليوم النخلة بتنباع 100 شيكل 150 شيكل احنا البلح هذا بنقطفه وبننزله على الاسواق المركزية وبياخذوه منها تجار الجملة وبيعوه على البسطات وبالقناو فاليوم النخلة نص حقها بيجينا اجار شغل لإلها بلح نعمل منه مربى بلح وبنعمل منه دبس وبنعمل منه عجوة وفي ناس تعمل مختوم منه مش الكل بيعرف يعمل المختوم